النهارده والمره اللي فاتت كانت اهم محاضرات السي اس اس، تمام؟ بس النهارده اهم شويه، ان لو كانت المحاضره اللي فاتت دي اهميتها 10%، المحاضره دي ممكن تكون اهميتها اكتر شويه 50% مثلا. يعني محاضره النهارده مهمه جدا جدا، تمام؟ انا كنت ادردش معاكم كده شويه لحد ما لو في حد ناقص ولا حاجه هنقول حاجات مهمه برده، بس ايه حاجه تبع كنا شارحينها قبل كده، بس ايه مش شارحينها كامله، يعني كان في جزء منها ناقص. ايه جروب 1؟ لان انا من طبيعتي ان انا بشرح حاجه لما تكون حاجه مهمه ما بشرحهاش مره واحده، تلاقيني بشرح منها نصها تاني مره بكملها على طول كده، تمام؟ الدي داتا سينيور ستيبس. ايوه الفونت. يس 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 يس، احطه هنا كده الفونت. اللهم اسال، اقول له سطر دي ليكتشر فايل. اهم حاجه الناس اللي ورا شايفين ولا الناس اللي ورا خالص؟ محمد. طيب اقول له هنا ديم 1 دوت مين اتش تي ام ال، اتش تي ام ال 5. انا عملت كده واعطيت الزبائن كلاس اسمه تشايلد، كلاس اسمه تشايلد، وكتبت فيه هلو تشايلد. عايز انادى على ده في السي اس اس اعمل ايه؟ انادى عليه ازاي؟ هقول له دوت ايه؟ دوت تشايلد، صح؟ طيب طيب ممكن انادى عليه ازاي تاني؟ ممكن اقول له روح لبدر، صح؟ هتلاقي حاجه جواك اللي هي هتلاقي حاجه جواك اللي هي دوت مين دوت مين كونتينر، الكلاس اللي هو موجود ده اللي هو ده، هتلاقي كلاس اسمه دوت ايه كونتينر، هتخش جواه هتلاقي حاجه اسمها مين باراجراف، هتلاقي حاجه دوت دوت مين دوت تشايلد. في مشكله كده؟ رحت هنا قلت له هنا الباك جراوند كلر بتاع اللون اللي هو ده. تعال نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. سمع من نفس الكلام اللي انت بسلكته من مين؟ من الار، صح؟ طيب رحت عملت كده، جيت في مره من المرات قلت له تشايلد، قلت له الباك جراوند كلر اللون ريد، لما اعمل ريفرش يطلع لون ايه؟ اللي هو اللون اليلو، اللي هو ده اليلو، ولا يطلع الريد؟ يطلع ايه يا شباب؟ على فهم كل انتوا فاهمينه؟ هيطلع ايه؟ حد يقول ريد، على فهم كل انتوا فاهمينه هيطلع ريد. محمد هيطلع ايه؟ ريد. طب ليه؟ ليه ريد؟ علشان اغلب حاجه اللي HTML، وده كلاس وده كلاس، صح؟ طب لو كان ده اي دي كان هيطبق مين؟ لو كان ده اي دي كان ده اي دي كان هيطبق الاي دي اقوى، صح؟ يعني انتوا كنتوا فاهمين ان الاي دي اقوى، اللاين اقوى، ثم مين؟ ثم اي دي، ثم الكلاس، ثم التاج. في حاجه جزات هتزيد علينا انا ما شرحتهاش عشان ما تخش الدنيا في لخبطه، لما تسلكت حاجه من الاب، الاب اقوى. ازاي تسلكت حاجه من الاب؟ انا بقول لك مثلا انا بوصف لك الخريطه، خليك تيجي هنا المكان ده، بقول لك شارع مثلا، الشارع ده اسمه شارع مثلا 20، اطلع العماره رقم 5، الشقه رقم 2،
الغرفه او القاعه رقم واحد كده. انا بقول له ايه؟ بحدد له بالظبط اني مكان رايح له، اني مكان رايح له، مش كلاس معين بديله كلاس. انا بقول له ده انا ماسك الاب، من الاب ده ماسك مين؟ الابن. فده تحديد اكتر من الكلاس. طب تعالى نشوف كده، نعمل ريفريش وتشوفوا انتوا ايه اللي هيتطبق اللي مش هيتطبق. طبق اللون الاصفر، على الرغم ان اللون الاصفر هو مين؟ هو اللي فوق، وده كلاس وده مين؟ وده كلاس. ايه اللي فارق؟ لا انت ماسكه من الاب. طب انا لو عملت كده، التاج اللي اسمها بي قلت له تعالى اكتب في البي حاجه كده بالراف، ونكتب له ايه؟ هلو بي. وناديت على البي كده وقلت له انت هتاخد باك جراوند، باك جراوند كلر اللون البلاك. حلو؟ لكن بعد كده رحت قلت له بص والله فوق او تحت مش فارقه معايا، قلت له مش هتفرق معايا، قلت له بص دي انت بص جوه الدف، هتروح لدف هتلاقي مين؟ باراجراف. خد الباك جراوند كلر بتاعتك خليها مين؟ اللون اللي هو البراون. يطبق مين؟ يطبق البلاك ولا يطبق البراون؟ ها؟ على اللي انا شرحته يطبق مين؟ ليه؟ لان انت بتقول له روح لدف، ماسكه من خلال الاب بتاعه، انت بتقول له جوه دف هتلاقي مين؟ باراجراف معين. كده اللي انت قلت له بيه، انا قلت له هنا كده بيه معين كده. معلش انا اسف. بي اتش 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 اوت. ده مش جوه، مش جوه مش جوه دف. فمن جوه دف بيطبق عليه دي مفيش مشكله، لكن ده انت محدد له بالظبط ايني دف ايني باراجراف، ده اللي موجود في الدف انت مسكته من الاب. فدايما لما تمسك حاجه من الاب بتاعها يبقى اقوى من الكلاس. تمام؟ لما تمسك حاجه من الاب بتاعها دايما اقوى من مين؟ من الكلاس. طيب يعني انت كده اول ما اعمل ريفريش اللي هيحصل؟ هياخد مين؟ اللون مين؟ البراون. اول ما اعمل ريفريش كده خد لون الباك جراوند بتاعته براون، اما التاني اللي هو مش جوه ديف اساسا مالوش اب مثلا، فراح خد ايه؟ البلاك. في مشكله في كده؟ الشاشه وقفت؟ عايز الشاشه حد فاهم حاجة طيب؟ لا. اسمع زمان؟ كروم؟ تعزل. ظبط ظبط. هاجي لو طفيت النور هتشوف أكتر ولا إيه؟ ماشي. طيب فاهم اللي احنا شرحناه طيب؟ يبقى الاقوى مين يا شباب؟ طيب لو عطيت البراجراف ده اي دي والسبان اي دي، معلش السبان اي دي، قلت له اي دي يساوي ماي اي دي، وجيت هنا قلت له انا هنادي على الاي دي سواء فوق او تحت مش هتفرق، دوت ماي اي دي، الباك جراوند كلر بتاعته اللون البلو، يطبق مين؟ يطبق الاب؟ يطبق الكلاس؟ ولا يطبق ايه الدنيا بتاعته؟ ها؟ يطبق مين؟ يطبق الاي دي. معلش شباك على الاي دي، شباك يطبق الاي دي ولا يطبق مين؟ لا هو دلوقتي بنادي عليه بالاي دي، ومره بنادي عليه من الاب ثم الاب ثم الاب ثم ثم هو الكلاس، ومره بنادي عليه بالكلاس، دي عارفينها ضعيفه. دي اقوى منها. طب دي الاقوى؟ ولا دي؟ لا مش على الكلام، هو الاي دي دايما يبقى اقوى حاجه بعد الاونلاين. طيب يبقى امتى ضعيف بقى؟ ما هو الاي دي اقوى. امتى يبقى ضعيف؟ لو انا جيت هنا كده قلت له بص والله انا همسك الاي دي ده من خلال مين؟ الاب بتاعه، مسكته كده يطبق مين بقى؟ مسكته كده قلت له هتروح للبادي، هتروح للكونتينر، هتروح لمين؟ للبي، هتروح لمين؟ كده مين اقوى؟ اللي فوق ده ولا اللي تحت؟ هو ده اي دي وده اي دي، بس ده ماسكه من خلال الاب ثم الاب ثم الاب. يبقى اللي تحت اللي هو مين؟ اللي هو مثلا لو لون مثلا اي لون كده اللي هو مثلا اللون ده. خلاص؟ يبقى في قوه ثانيه ظهرت معانا هي قوه مين؟ الاب. طب اسال سؤال بقى على فهمك اللي انت فاهمه ده، لو انا عملت كده. ده الاقوى ولا ده؟
وقلت ده مثلا لون اللي هو اللون ده الاقوى ده ولا ده. لما تيجي توصف واحد وصفه تقول له هتروح العماره رقم 5 دور الخامس، ولا بتقول بص هتنزل اسكندريه في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في المكان الفلاني، الوصفه بتاع مين ادق واقوى؟ تقول بص انت هتروح للبعض هتلاقي كونتينر هتلاقي بلاف هتلاقي كذا، نور اقوى هتلاقي مين من الطبقه. خلاص يبقى في قوه، في قوه ظهرت تاني معانا اهي. طيب ظهرت خلاص، المفروض تبقى عارف ده كله. طبعا انا بتضايق من الناس اللي يقول لك ايه بص الاجرب ان اتش تي ام ال هو اقوى حاجه، ده ما فيش الكلام ده كله. خلاص شفت الدنيا مشيت ازاي، انت لازم تفرق من ده كله. تمام، انا ما حبيتش اقولها لكم في المره اللي فاتت عشان الثقه تتلخبط، هتلموا مين ولا مين ولا مين. خلاص ماشي، كله عامل الدرفات دي الاربع دفات دي اتعملت. طيب نعملهم مع بعض. احنا هنشرح النهارده ايه؟ هنشرح حاجه مهمه جدا، انا عارف كله فاهمها وكله بيشتغل بيها.